السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الورد، الله حيهم. كيف الأحوال في المكان الرائع هذا في أبها في قرية العثربان؟ ولقيت النبتة هذه زي الاستيفيا، إذا تسمع عن الاستيفيا، وجاني أسئلة كثيرة عن الاستيفيا، ودي اليوم أتكلم عنها، إيجابيات وعيوب نبتة الاستيفيا. بالطبع الاستيفيا أنتم عارفين إنها محلي، يقولون إنها أكثر من حلى السكر ب 250 مرة، وانها ما فيها سعرات حراريه، وفعلا ما فيها سعرات حراريه، وانها ما ترفع السكر فعلا، وانها يعني لها مميزات كثيره جدا. والحقيقه ان فيها سيلينيوم يرفع المناعه، وان فيها فيتامين اي، وان فيها فيتامين سي، وانها مفيده للثه، وان فيها كالسيوم، وان فيها مجموعه من المعادن. هذه حقيقه. لكن هذه النبته دخيله، هي موجوده في امريكا الجنوبيه، في البرازيل وفي الصين، وانتشرت الان على مستوى العالم. مشكلتنا دائما، اللي دائما نقول انه في عيوب كثير من الاشياء اللي نستخدمها، خداع المخ. يعني تاكل علك، وانت تاكل علك قاعد يفرز انزيم الاميليز، وقاعد تقول جسمك حيجي اكل، حيجي اكل، يستنفر كامل طاقته ويفرز انسولين ويفرز هرمونات، استعداد الاكل الجاي، وانت كذب، عفوا في الكلمه، ما يجي اكل، وبذلك تكون خسرت انك افرزت انسولين، بيأثر عليك وفي حياتك. استيفيا نفس الحكايه، حلا والجسم ما في سعرات، قد افرز انسولين استعدادا انك تاكل شيء حالي وطعمه حالي. وهنا المشكله، الناس يقولون يخفض الوزن، اثبت في بحث كندي انه ما يخفض الوزن. ولذلك نقول انها نبته ممتازه، تخفض فعلا السكر مرتفع، اللي عندهم ضغط تشتغل على توسيع الاوعيه الدمويه، وبذلك الضغط ينخفض. فنقول الاخوان اللي يتعاطون حبوب الضغط لازم ينتبهون، والاخوان اللي يتعاطون حبوب السكر لازم ينتبهون، لان تخفض السكر وتخفض الضغط، لازم تكون حريص في الثنتين. اللي ياخذون مثلا قافل شهيه، حبوب قافله شهيه او شيء، برضو لازم ينتبه. كل هذه الامور خطيره في الاستيفيا. يعني مشكلتنا في السكريات انها ترفع، تجيب لنا دهن في جسومنا، وتجيب لنا يعني 16% من اكلنا في سكريات، وبذلك تلاقينا سمان. الاستيفيا فعلا تمنع هذه النقطة، لكن برضو لها مساوئ أخرى عشان نكون في الصورة. الاستيفيا فعلا فيها حديد، تنفع في الهيموغلوبين وفي الدم، في الطب البديل إذا في حرق يحطون الاستيفيا عليها، تنفع زي ما قلت لكم، اللي فيها يرفع المناعة. الحد الأعلى منها 3 جرام يوميا للإنسان اللي وزنه 100 كيلو. زي ما قلت لكم، يأخذون أدوية الضغط والسكر ولابد ينتبهون منها. الكوليسترول برضو اللي ياخذون ينتبهون منها، الخصوبة برضو تأثر عليها، العقاق اللي تزيد التبول لازم ينتبهون إذا قدهم ياخذونها. يقولونها مضادة للسرطان البنكرياس بنسبة 18% اللي أخذوها ضادة للبنكرياس. إذا نقول هي ليست مرخصة FDA أمريكية، المرخص FDA أمريكية من الاستيفيا هي المصنعة اللي مضاف لها ألوان ومضاف لها مواد إضافية تلغي بعض الأشياء. النبتة اللي شفتها معي إذا الحين هذه ليست مرخصة FDA أمريكي، ولذلك نقول أي شيء دخل على الإنسان لم يكن يعرفه من عهد أجداده ومن عهد آدم عليه السلام، إذا دخل في جسمك راح يأثر على البكتيريا الموجودة في الأمعاء، راح يأثر على المعدة، راح فعلا انه ما يأثر في الأيض، لكن من باب الاحتياطات. انا اعطيتكم الوجه الحسن والوجه السيء لنبتة الاستيفيا، اللي هي احلى من السكر ب 250 مره، وما فيها سعرات حراريه ولا ترفع الانسولين. توهتكم، لكن كل واحد حر في نفسه.